أهلا بكم. أعلنت قوات الجيش والمقاومة في تعز سيطرتها على مناطق واسعة كانت تحت سيطرة الميليشيا في الجبهة الشرقية، تطور وصفه مراقبون بالاختراق العسكري الكبير لصالح المقاومة في هذه الجبهة منذ فترة طويلة من معارك الكر والفر. نتوقف مع هذا الحدث الميداني لنناقشه في زاويتين: ما هي القيمة العسكرية لسيطرة الجيش والمقاومة على هذه المواقع؟ وإلى أي حد يمكن أن يمثل هذا التطور فرصة للتحول في مسار معركة تعز بالكامل؟ في هجوم مباغت وشامل تمكنت قوات الجيش والمقاومة في تعز من السيطرة على مناطق واسعة وتحصينات عسكرية للميليشيا في الجبهة الشرقية. وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على منطقة المكلكل ومبنى المواصلات وكذا قصر الإمام في صالة، كما تمكنت من تحرير مبنى البنك المركزي الجديد ومدرسة صلاح الدين قرب القصر الجمهوري. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير ومن ثم نعود لنبدأ النقاش. بداية المشهد الأخير للمعركة الفاصلة، هكذا ترى المقاومة قتالها المستعير في تعز، الجبهة الأشد اشتعالاً واستنزافاً منذ عامين. على نحو صعيق لا مفاجئة فحسب، تقدمت قوات الجيش والمقاومة في مناطق واسعة شرق المدينة. صباحاً باغتت القوات مواقع وتحصينات الميليشيا فتوغلت داخل أحياء الجبهة الشرقية، تفعل ما هو أكثر ولا تكتفي بذلك في عمليتها العسكرية الخاطفة. في التفاصيل، فقد سيطرت قوات الجيش والمقاومة على مواقع وممان عدة في أحياء الدعوة وتعبات وحسنات، بينها موقع المكلكل وقصر صالة ومحيط مسجد التوحيد. هذه أحدث صور من الجبهة الشرقية، عرض قوة تزمجر فيه الآليات وهي في طريقها لتطهير جيوب الميليشيا ومواقع القناصة الرابضين على رؤوس المدنيين في مختلف الأنحاء. تقول مصادر طبية في المدينة إن أكثر من 10 مدنيين أصيبوا، حيث وصلوا إلى مستشفى الثورة فقط نتيجة سقوط قذائف أطلقتها الميليشيا بشكل عشوائي على مناطق سكنية متفرقة أبرزها الجحملية والشماسي وشارع 26 سبتمبر وأماكن أخرى. ما الذي سيتغير إذن على ضوء هذا التقدم العسكري بعد أن كادت جبهة تعز أن تتحول إلى معركة منسية شابها الكثير من الملل والقليل من الاهتمام؟ وكيف يمكن لقوات الجيش الوطني والمقاومة المحافظة على مكاسبها؟ وهل يمكن البناء عليها في رسم خارطة التحول العسكري الجديد في مدينة يستميت الإنقلابيون على التحكم بها ووأد مقاومتها؟ لأن انتزاع تعز من بين مخالبهم يعني دق المسمار الأخير في نعشهم. وفي ظل هذه الاستماتة والنزيف اليومي والحصار الجائر، تحتاج تعز إلى ما هو أكثر من الدعم والإسناد. وما قرار الحسم العسكري إلا حلقة الفصل الأخيرة في هذا الماراثون الدامي والمرير. إذن نبدأ النقاش في هذه الحلقة من زوايا الحدث مع منصور الحسين الناطق باسم المجلس العسكري. أهلا بك أستاذ منصور. سيادة العقيد، نبدأ إذن معك سيادة العقيد، وربما تقربنا أكثر أنت من الصورة الميدانية. هل يمكن القول أن قوات الجيش والمقاومة استطاعت أن تكسر روتين المعركة وتستعيد المبادرة من جديد ميدانيا على الأرض؟ مساء الخير أخي الكريم. الجيش الوطني اليوم بادر في تنفيذ يعني هجوم مخطط ومنظم وناجح في اتجاه الجبهة الشرقية، حيث استطاع الجيش الوطني تحقيق عدة تقدمات في اتجاه الجبهة الشرقية، وكان أهم هذه عملية التقدم في اتجاه صالة، حيث سيطر على مديرية صالة بالكامل بما فيها قصر الإمام وبما فيها منطقة الشرف التي هي أعلى نقطة في الخط الرابط بين جولة القصر وصالة، وتمت السيطرة على تبة القاضي اللي هي تبة مسيطرة على جميع مناطق صالة وفيها بيت عبد الله القاضي وبيت الأكوع وبيت الورد. وأيضا من اتجاه تعبات استطاع الجيش الوطني السيطرة على مبنى إخوان ثابت ومدرسة عقبة وبيت الجنيد وبيت الرداعي وقسم الجحملية. ومن اتجاه المحافظة والتموين العسكري استطاع الجيش الوطني أن يتقدم ويسكن على بيت سند وجامعة التوحيد. وفي اتجاه القصر الجمهوري الجيش الوطني يسيطر على عدة مباني ويحاصر البنك المركزي ويسيطر على مدرسة صلاح الدين التي
بموجبها سيتم خفض الإمداد إلى التشريفات ويحاصر القصر الجمهوري، وأيضا يكبد العدو خسائر كبيرة في يعني القوى البشرية، عدد من القتلى يصل إلى 20 قتيل فيما فيهم قيادات ميدانية وأهمها القائد الميداني بسام وأبو بسام، وأيضا استهداف بعض الآليات وإعطاب دبابة سوكتل واستعادة بعض الأسلحة والذخائر من أيدي الميليشيات، ويحقق هدف معنوي وهو انهيار الميليشيات وانهزامها وفرارها من أرض المعركة القريب. طيب، الأهمية الاستراتيجية للمناطق التي تم السيطرة عليها في سياق تحول المعركة لصالح الجيش والمقاومة؟ أخي الكريم، تحركنا هو وفق خطة عامة ممرحلة، وكل ما تحركنا هو حققنا جزء من خطتنا المرحلة والتي تصب في اتجاه تحرير محافظة فايز بالكامل. مديرية الصالة مديرية مرتفعة ومطلة على جميع المواقع بالنسبة التي سيطر عليها الحوثي في اتجاه جبلة تل والأمن المركزي والقصر الجمهوري والتشريفات، وفي اتجاه جبلة سوكتل والتقدم في اتجاه الحوبان، وأيضا في منشآت حيوية للدولة تمثل يعني رمز سيادي ودلالة رمزية، والقصر الجمهوري وقصر الصالة والبنك المركزي وكثير من المنشآت، وأيضا هو يمثل المدخل الشرقي لمدينة تعز التي يطبق عليها الحصار الحوثي، وهناك خط خلفي يمد الميليشيات من اتجاه الدملة إلى منطقة عدنة ولزم وتبة المكرمي وصولا إلى تبة السلال. هناك تبة السلال وسكين التي منها يتم ضرب الأسلحة الثقيلة على الأحياء السكانية والمدنيين والعزل وقتل الأطفال والنساء في مدينة تعز. نحن نتحرك في اتجاه استكمال حسم العسكري وتحرير محافظة تعز وفق مراحل، مرحلة أولى وثانية وثالثة، ونحن الآن نسير في بداية المرحلة الثانية وفي اتجاه استكمال كامل التحرير. أخي الكريم، طيب ماذا عن مدى قدرتكم أنتم في المجلس العسكري ومجلس تنسيق المقاومة على الحفاظ على المكاسب التي حققتموها؟ نحن في الحروب دائما هناك كر وفر، وهي خاضعة للتطورات الميدانية. نحن دائما لدينا استراتيجية أننا ما حررناه نتثبت فيه ونستكمل القضية الأمنية وقضية التمشيط وقضية التطهير وقضية تأمين المناطق، فهي متروكة. يعني نادرا ما ينسحب الجيش من المواقع التي يسيطر عليها، وأحيانا تقع مسألة شاذة وليست كقاعدة أنه العدو يجمع إمكانية ضخمة ويتجه في اتجاه نقطة محددة، ونظرا يعني لسلامة القوة البشرية وأبناء الجيش الوطني يتم أحيانا انسحاب تكتيكي وتجميع القوة واستعادة الهجوم والسيطرة مرة أخرى على المواقع، وهذا هي يعني طبيعة الحروب في على مدى التاريخ بأكمله، أنه كر وفر. يعني كلما الطرف الذي يعني يرتب أوراقه ويصنع إمكانياته ويركز على نقطة محددة قد يحقق تقدم، لكن نادرا ما ترجع لنا الخلف ونحن في تقدم. والفرق كبير أين كنا واليوم نحن فين، وقد وصلنا وقطعنا شوط كبير، ونادرا ما انتشارات التراجع. أستاذنك بالبقاء معنا سيادة العقيد، ينضم إلينا من الأردن الباحث الأكاديمي في العلوم الأمنية الوليد الأثوري. أهلا بك أستاذ وليد. أسعد الله بك أخي العزيز، أنت وجميع الأخوة المشاهدين الكرام. أستاذ وليد، هذه الانتصارات التي حققتها قوات الجيش والمقاومة في تعز، إلى أي حد جاءت مفاجئة بالنظر إلى الظروف الميدانية التي جاءت في سياقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، دعنا أولا نتمنى الشفاء للجرحى والرحمة للشهداء الذين يقدمون تضحيات جسيمة لدفاع عن محافظة تعز ضد ميليشيات الحوثي صالح. تعتبر هذا التقدم النوعي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز نقلة نوعية نحو المرحلة الأخيرة لتحرير المدينة من هذه العصابة الإجرامية التي تتمادى بشكل يومي على تدمير وقتل الأبرياء في محافظة تعز.
هذا التقدم أصبحت الآن القصر الجمهوري تحت سيطرة نارية تامة للجيش الوطني من خلال سيطرتهم لهذه المواقع الأخيرة الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق حول القصر الجمهوري تحديدا وكلية الطب، بالإضافة إلى تقدم نوعي في الجهة الأخرى باتجاه الأمن المركزي. وخلال الساعات القادمة أتوقع أن يقدم أن يقدم المقاومة نقلة نوعية خلال اللحظات أو خلال الساعات القادمة فيما إذا استمروا بنفس هذه الوتيرة، ولكن يجب عليهم أن الحماس المتواجد لديهم هو الذي يؤدي إلى رفع نسبة القتلى والجرحى من المقاومة. هذا الحماس الزائد يجب أن يكون يتزامن مع خطة واضحة لتفادي أو لتقليل حجم الأضرار البشرية التي تكمن في أو التي تحصل للمقاومة، لكن هناك بالمقابل كثير من الضحايا والقتلى الذي يقعون صرعى أمام نيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من الحوثيين والسلاح على طيب أستاذنا أستاذ وليد، لو ننقل هذه النقطة التي أشرت إليها في موضوع توقعاتك وترقبك لما قد يحدث خلال الساعات القادمة لسيادة العقيد منصور الحساني. سيادة العقيد، يتحدث من الأردن الأستاذ وليد الأثوري عن توقعاته وأمنياته في أن تشهد الساعات القادمة المزيد من التطورات الميدانية في إطار الحاسم. هل يمكن أن نكون أمام هذه التوقعات؟ هل هي قريبة من التحقق؟ نعم أخي الكريم، الجيش الوطني قد حزم الأمر وقد قرر التقدم في اتجاه يعني الكثير من تحرير المناطق في الاتجاه الشرقي، وأيضا هناك عامل مساعد يساعد الجيش الوطني وهو هناك انهيار كبير في صفوف الميليشيات، هناك اختلاف إلى درجة القتال بينهم، وهناك فرار عناصر من الميليشيات كبير يعني فرار كبير من أرض المعركة اليوم، وهناك بالمقابل ارتفاع في معنويات الجيش الوطني وثبات ويعني وبطولات أسطورية في معارك اليوم. هناك نقلة نوعية في الجيش الوطني، وإن شاء الله هناك أيضا توقعات من التقدم والوصول إلى الأهداف التي ذكرها ضيفك الكريم، ونحن في هذا الصدد إن شاء الله متحركين في تحقيق أهدافنا في اتجاه الأمن المركزي والقصر الجمهوري وخط جولة سبتل، وإن شاء الله هناك يعني بشائر كثيرة نبشر يعني جميع المؤيدية الشرعية والمقاومة الشعبية أن إن شاء الله الساعات القادمة هناك مفاجآت. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد منصور الحسين ناطق باسم المجلس العسكري، كنت معنا من تعز. أعود لضيفي من الأردن الأستاذ وليد الأثوري الباحث الأكاديمي في العلوم الأمنية. أستاذ وليد، باعتقادك هل تستطيع قوات الجيش والمقاومة المحافظة على هذه المكاسب وربما صد أي هجمات معاكسة قد تكون من الميليشيا بغرض استعادة هذه المناطق؟ بالتأكيد، لأنه خلال الفترة السابقة أعتقد بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استفادت من بكثير من الأخطاء التي كانت تحصل بسبب أنهم يسيطروا على بعض المواقع، وكان هناك نقص من الذخيرة أو تعزيزات ضخمة يدفع بها الحوثي صالح، لأن كان في الماضي هم في أوج قوتهم، الآن هم ينحسرون بشكل تدريجي. هناك انهيار كبير لمعنويات الحوثي صالح في تعز مقابل الإرادة القوية والتي يتمتع بها والجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هذه المعادلة غير قابلة للقياس حاليا بعد سنتين من المعارك وهزيمة الحوثي صالح في تعز تحديدا. عدم تقدمهم هو انتصار حقيقي للمقاومة خلال فترة المعركة بشكل عام. ناهيك عن أين السؤال الذي يطرح نفسه، أين كان الحوثي صالح العام الماضي من هذا التوقيت وأين هم الآن؟ ستجدهم بعض كل ما مر الزمن هناك مثلث بدأ العد التنازلي بشكل ولو بطيء، لكن سينحسر بشكل مفاجئ خلال الفترة القادمة، وهذا ما أتوقعه أمام الانهيار المعنوي للحوثي صالح. هذا ما دفعهم إلى عمل نقاط بمحاولة منع أفرادهم من الهروب أمام نيران وأمام الحماس الكبير الذي يتحلى به المقاومة والجيش الوطني. طيب عندما تتحدث عن انهيار في معنوياتهم بناء على ماذا تكون هذه القراءة؟ بناء على أي معلومات أو معطيات؟ المعطيات من الأرض، هناك خط دفاع قوي يقوم به الحوثي صالح في الحفاظ على القصر الجمهوري باعتباره الرمز الأخير أو الرمق الأخير الذي يحاول أن يحفظ هيبته في تعز.
وهو لا يوجد غيره. كان لديهم المربع الأمني المتعلق بالشرطة العسكرية وإدارة الأمن ومبنى المحافظة. هذه المنطقة كانت أمام تفضل أستاذ وليد. أي نعم معك. معك اسمعك تفضل. أقول لك هذا الرمزية الأخيرة للحوض صالح الذي يحاول المحافظة عليها. هم الآن عملوا كل ما ودفعوا بكل قوتهم للدفاع عنها، وهم الآن ينحسرون أمام أو يدحرون أمام ضربات المقاومة والجيش الوطني في محافظة تعز، وإن شاء الله في أقرب وقت سنسمع ذلك الخبر العاجل بسيطرة تامة، رغم أن السيطرة التامة سيطرة نارية على القصر الجمهوري، وستتم السيطرة التامة أعتقد خلال الساعات القادمة إن شاء الله تعالى. طيب إلى أي حد يمكن أن يمثل هذا التقدم العسكري الأخير فرصة للتحول في مسار المعركة بتعز، ربما بشكل خاص وبشكل عام على مستوى المعارك التي تشهدها أكثر من جبهة؟ هذا يعتمد على التحالف في إدارة العمليات العسكرية بشكل عام وفقا لمسار العمليات العسكرية للجمهورية اليمنية. هذه اللحظات تحتاج إلى تقدم نوعي ودفع بالجبهات بشكل كبير، وخاصة فيما يتعلق بجبهة كرش، وإسقاط الراهدة هذه ستحول أو ستعمل على دفعة كبيرة بالمقاومة الشعبية في التقدم بشكل كبير نحو الحوبان من الداخل، وإسقاط بقية المناطق وفقا لمسرح العمليات العسكرية لمحافظة تعز، كما توجه الحوثي صالح إلى مناطق حيفان والحكوم، وهذه مناطق طبعا ريفية لا يوجد فيها كثير من المقاتلين بقدر ما يوجد فيها نساء، وهم قاموا بالطلوع والسيطرة على هذه المناطق سيطرة وهمية. هم لا يسيطرون على مخازن أسلحة ولا يسيطرون على معسكر دينات، ولكن نوع من الزربعة الإعلامية في قدرتهم على السيطرة على أماكن كثيرة في محافظة تعز في الوقت الذي هم يدحرون بين المواقع الرسمية أو طيب أستاذ وليد أستاذنك بإشراك اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي ينضم إلينا من مأرب. سيادة اللواء أهلا بك، وفي البداية نريد أن نفهم ما الذي يعني هذا التطور عمليا على الأرض، يعني ما الذي سيتغير نتيجة سيطرة الجيش والمقاومة على مواقع جديدة في تعز وتحديدا في الجبهة الشرقية؟ انتصارات تعز إذا ما دعمت دعما لوجستيا كافيا وكاملا ومستمرا ستقلب المعادلة العسكرية على ميدان المعركة وجبهاتها المختلفة في تعز رأسا على عقب، بالتأكيد في صالح الشرعية وفي صالح الجيش الوطني في صالح المقاومة. فقط ينبغي أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار لدى القيادات العسكرية والسياسية المسؤولة عن توفير مثل هذا المدد الذي نتحدث عنه. الجيش الوطني والمقاومة في تعز أم في أمس ما تكون إليه الحاجة الآن لدعم مكثف يعني لتطوير عملياتهم العسكرية بما يمكنهم من الوصول فعلا إلى مناطق كرش، وبالتالي السيطرة غربا باتجاه الحوبان. طيب سيادة اللواء تتحدث عن حاجة مهمة وضرورية للدعم لجبهة تعز، ما الذي يمنع تقديم هذا الدعم حتى الآن؟ أنا أرجو أن تتوجه بهذا السؤال إلى أعلى، يعني لا أنا ليست لدي إجابة. أنا مثلك أندهش لماذا لا يتوفر مثل هذا الدعم المطلوب، يعني فإذا ما وجدت فرصة للتقدم بهذا السؤال إلى السلطات العليا فستجد ربما الإجابة. أنا أعتقد هناك صعوبة نصل إليهم، صعوبة كبيرة. نشكر تفاعلك الدائم معنا سيادة اللواء، لكن ربما مسؤولين آخرين لا نستطيع الوصول إليهم. طيب سيادة اللواء، بالنسبة لقيادة الجيش الوطني كيف يمكن لها أن تسهم في المحافظة على هذه المكاسب العسكرية والبناء عليها حاليا، يعني من أجل حسم المعركة كليا في تعز؟ أنا أتوقع إن شاء الله أن لا يتم التفريط بهذه الانتصارات، وأن تدعم هذه الجبهة، وأن توفر لها الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتعزيز هذا الانتصار، لأن الانتصار في تعز كما نعلم جميعا له ما بعده على مستوى كل جبهات القتال، وإن شاء الله ليس هذا وحسب أن تطور العملية القتالية في الشمال الغربي من الجمهورية في مناطق ميدي وعرب. هذه المنطقة أيضا تشهد معارك عنيفة وانتصارات أيضا للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فإذا ما طورت العملية العسكرية في هذه المنطقة أيضا ستكمل أعمال وانتصارات كثير من الجبهات. مسرح العمليات في الجمهورية اليمنية كاملا يكمل بعضه، سواء كان في تعز أو في البيضاء أو في شبوة أو في مأرب وصنعاء والجوف وميدي وعرب،
في كل الجبهات تكمل بعضها، والانتصارات تكمل بعضها وتعزز بعضها. المهم هو أن يكون الزخم دائم والدعم مستمر والانتصارات متتالية لنخلص البلد. يعني الناس بلغت بهم الحلقوم، الشعب اليمني الآن يبحث عن بارقة أمل لتنتهي هذه الكارثة أو هذا الكابوس الذي يجسم على صدور كل الناس. لابد من التخلص من الانقلابيين والعودة إلى الحالة السوية، العودة إلى الشرعية لتستتب الأمور ويستعيد الناس حياتهم الطبيعية. طيب أعود مرة أخيرة للأستاذ وليد الأثوري الباحث في العلوم الأمنية، وأختم معك بهذا السؤال. أستاذ وليد، هناك ربما إصرار إذن على حسم المعركة قريبا، إلى أي حد يبدو لك هذا الإصرار واقعيا بالنسبة للظروف السياسية والعوائق التي تكبح العملية العسكرية في مختلف جبهات القتال؟ من الواضح جدا أن هذا الإصرار يكمن في الشباب والمبادرة الذاتية في عملية التقدم السريع نحو حسم المعركة. أعتقد هناك فتية، نستطيع أن نقول عنهم فتية، إن أمر المجد استجاب في تعز، وهم بدون كاسحات الغام، بدون قوة أو دعم بالسلاح الثقيل، يتقدمون يحرزون هذا الانتصار أمام ألوية ومعسكرات وحرس جمهوري متدرب، وهناك منطقة تمد الحوثيين من صعدة حتى عمران إلى صنعاء إلى إب، وهي تمد الجبهة بشكل عام في الوقت الذي تظل تعز بصمودها، تتقدم بشكل نوعي وبإصرار وبشموخ عالي. هذه الإرادة وهذه الصلابة وهذا التقدم هو المؤشر الوحيد الذي يلوح في الأفق في إحراز النصر الكبير إن شاء الله في محافظة تعز. شكرا جزيلا لك الباحث الأكاديمي في العلوم الأمنية وليد الأثوري، كنت معنا من عمان في الأردن. أعود لسيادة اللواء محسن خصروف. سيادة اللواء، إلى أي حد الظروف السياسية الحالية تساعد وتساهم بشكل كبير في حسم معركة تعز؟ هو طبعا أنا لا أريد أن أحصر تفكيري وتفكيرك في معركة تعز. معركة تعز لا شك أنها مهمة ومفصلية واستراتيجية، ولكن ينبغي أن يعني يتعامد دعم معركة تعز مع دعم جبهات أخرى ذات أهمية لتكمل هذه الجبهات بعضها. ونحن نأمل وبقوة أن تحظى جبهة تعز باهتمام لما لها من أهمية استراتيجية. إذا ما اتجهنا جغرافيا شمالا أو جنوبا أو غربا، نعرف الأهمية الاستراتيجية لأي انتصار يتحقق في تعز، وخاصة إذا ما تحدثنا عن التطهير الكامل لمحافظة تعز. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء محسن خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث، هي تحية طاقم البرنامج وأيضا معد هذه الحلقة محمد القاسم. في أمان الله.